شبيه محمد هذا؟ تفضل يا ودي تفضل. سامحني سامحني، هذه دارسي عثمان. هي ذي دارسي عثمان. انت شكونك سامحني؟ انا بنت. اخي سي عثمان يجيب بنات هكا؟ شنية؟ لا حبيت نقول لك سي عثمان موجود. لا سي عثمان مش موجود. شكون سيت؟ انا فيتوري، انا فيتوري ليد اليمين والاسيستون تاعو. اما توا الدنيا مخر والمركز سكر. المركز سكر اخي حماس بنتي، احنا شرطه نخدموا 24/24 في خدمه هذا الشعب هذا الوطن. بيه توصي حاجه؟ اي حبيت نوصل له جواب برقيه تفتيش بتاع مجرم خطير برشا في حاله فرار، اما كي تشوف لبسته تحسه في حاله فرار. بيه تنوصل لك. لحظه 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 لحظه، استنى استنى لحظه لحظه، حبيت نقول لك المجرم هذا راهو خطير برشا، حبش نقعد هنا حتى يجي سي عثمان. اسمع باش تبعد ما كاينش باش نسكر على وجهك البيت. ما تخافش ما تتفجعش، اطلع لبيتك وسكر الباب ودور المفتاح دورتين وهبط الريديوات ورد بير وتقرب من شبابك. هاني لهنا ما تخافش. يا بنتي سي عثمان موصيني باش نعس عليك. بالحق والله سي عثمان موصيك علينا. ايه اسمعني، اش قالك لو كان تبعد شويه خليني حل الباب وتجي تكمل بحري يا سهري؟ انا ندخل باهي. تفضل تفضل حل الباب على راحتك. هذا هو الحب من اول برقيه تفتيش. من تسكيره الباب حسيت لي حبتني. يا معذبتني بزينك، اي 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 اش بين قلبي وبينك، اي 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 اي. اخر مره طيب بحلم بيك، انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا أعيش الدنيا هنية بيك، أنا بحلم بيك. برا لا 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 لا، تفضل شتحب؟ سيرين ليش بيك متغشة؟ أنا جيت باش نروح بيك من الكلية وقلت ما فيها باس كان نمشي أنا وياك نعملوا قهوة. قهوة؟ أنا وياك نعملوا مشكلة، نعملوا محذر، نعملوا العار، أما قهوة لا يبطا. برا وحش خويا برا. ما تحشمش على روحك وانت تقول طرف كبده تاع بقاري، ها؟ تتسلط على خطيبتي وراها رجال، هذيك وراها رجال. يا شكيب يا شكيب، راك فاهم بالغلط يا شكيب، سايبو. فاهم بالغلط؟ ها؟ تررن تررن وتقول لي فاهم بالغلط. ما تفرجش. يا شكيب يا شكيب، راهو ماهوش لي بزنس فيا. مش بزنس فيك، لابس لي بالاحمر وجايب لي بوكو دي فلور جاي دشم في قنطرة رادس. يا شكيب يا شكيب، فيك راهو بوليس يخدم مع بابا. يا شكيب امان. بوليس ولا شلب. بوشني؟ بوليس. حتى انت ما تحشمش، هذه لبسه بتاع طالبه تاخر وتطلب في العلم، ها؟ سروال مقطع ومنه ومغادي وكذا، فهمتي ولا؟ عنده الحق السيد كي بنز عليك، عنده الحق. سامحنا خويا. تحبش نعطيك الامبلوا دو تون تاعها؟ لا، نحب تعطيني بطاقة التعريف بتاعك. ما عندي جيش ولا انت؟ الجاي. وين سي نور الدين؟ باشا باشا. قل اعوذ برب الفلق، خذيتي ساندويتش باش تدني عليه. تحب تاكله؟ لا ما نحبش. خلاص انا وتعدت. ولد حاب اقول لك حاجه، ادخل نعمل قدمه حتى هو البحر يجوا. اخر مره نجيبك فيه البحر مضمض. سيرين اعمل ربي في بالك، سمنت راهو يلزمك تعمل ريجيم. عندك الحق. تعرف انت لو كان جا قد مخك قد فمك راك طبيبه تو خيورين انت ولا شنو؟ قول لي راسي كول لازم نتبعد ليك. انا حزينة برشا لو كان تشوف. انا بالحق ما ينشوف هاد لك جملة شكيب. نحب نقول لك حاجة. ما تقوليش حب تاكل الساندويتش وحدك. سينا الساندويتش بتاعك بربي. خلاص راهو تعدات. المفيد الساندويتش لا. احكي احكي اش تحب. شكيب فما شكون يحب يخطب؟ شنو؟ وانا؟ انت قاعد انت ما تحبش تتحرك. هي ما جبتش امي وجيت لداركم باش نخطبك. شفت بوك اش عمل معانا؟ قالت لي ما تحبش تتحرك. شنو نقوم نشرح في السنة انا؟ تيبوك تردها بالمشطة وبالأمارية بستين وربعين. يا كيف عرفت؟
شفتها في ظهر أمي مسكينة. في بالك اللي جاي باش يخطبني يخدم بيلوت وعنده دار في سوسة ودار في حمامات ودار في اللاك بالبيسي. تحكي بجدياتك؟ اسمع كان ما عجبكش خليني نلحمه مع بنت خالتي. شكيبة مانيش مصدق. صدق لازمك تصدق. لازمني نمشي نتفاهم معاه اليوم. فما واحد أمه باش تبكي عليه بدموع على خاطر باش نقتلو. ليه شكيب بو خاذي وينجم يحطك في الحبس وانا تعرفني خاف عليك. شنو بو قاضي هو يبيع في الساندويتشات؟ يعاش بيه بو قاضي؟ انا نبهت عليه قلت ما تحطش البصل في الساندويتش. علاش يحط في البصل في الساندويتش؟ نورمال هذا نورمال. معناها نقول لك جايين يخطبوني انت لاقيلي بالساندويتش اللي بالبصل واللي من غير بصل؟ الساندويتش اهم مني يا اخي. لا مستحيل ما تقارنيش روحك بالساندويتش. اما بالبيتزا حاجه اخرى. معناها ماكش باش تعمل حتى شيء؟ باش تخليهم يجوا يخطبوني؟ شنو؟ انت فكيت نشتر ساندويتش شديت عليك البوظ. خلي يفكوني خطيبتي. استنيني نكمل الساندويتش وتو نتصرف. ايش هنا؟ ايش 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 ايش؟ صباح الخير مدام من. اولا قلت لك ما عادش تعيط لي مدام، انا مدموازيل. ثانيا مش منو، منال. باهي وينك البارح؟ اخي ما سمعتش بالبركاج اللي صار المترو نمرو 4؟ اه هذاك علاش ما جيتش؟ ايه انا خديت مترو نمرو 2 خلطت للترمينيوس وقفني الكونترولور قال لي اعطيني تذكرت. قلت له راني ما عنديش تذكرت. وقفك؟ ليه؟ قلت له عندي اشتراك شهري. اعطيته الاشتراك الشهري وبط. ما سمعتش بالاكسيدون اللي صار نتاع النقل الجماعي؟ ما تقوليش انت هو اللي توفيت. ليه انا وقتها خديت الكار 8 غدرج انا قدام الشركه اول موظف خلطت الشركه هو. وانا داخل نتفكر اللي انا خليت التلفزه تشعل وانا فاتوره الضو جاتني 350 دينار. يا اخي انا قلت نرجع نسكر التلفزه. سمعتش بالجريف نتاع الترينوات؟ سمعت بيه. انا خديت تاكسي نهار على عقلي. اي فك علي عاد كسرت لي راسي الصباح. برا مشي البيرو يا فما حاجه فوق البيرو هز هذيك نتاعك برا تو نخلط عليك. هاي ماما. الو وي وي نسمع فيك. نسمع فيك. وينك؟ هاني في البيرو. وينك؟ هاي بي ايش دخلك انت؟ اصلا مش تحكي معايا. مش عليك مش معاك امشي. الو بيا يخفم رجلي يبكي هكا. انا كيفاش نبكي هكا؟ اسكت اسكت كسرت لي راسي. تستحق اكثر من هكاك. تامر مش معقوله كي ثاني مره تعملوا معايا هكا. ليك هاو جبت روحك. هذاك مردودك وين وصلك؟ ارحم والديك. الله يرحم والديك وشركه كامله واغفر معايا ثاني مره تعملوا هكا. ان شاء الله يا ربي يا سعد يخرج من الحبس. مازال ما دخلش سعد الحبس. ان شاء الله يا ربي يدخل ويخرج. ان شاء الله في راسك. مش مشكل يرحم والديك وربي يفضلكم شركه كامله. ماهيش مصدق ماهيش مصدق.